السلام عليكم الخوص خواتات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. واليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي مجربه وخطيره، خطيره يعني ضد الطاقه السلبيه في البيت والسحر والعين والعكوسات واي حاجه كتحاربها. هذه الوصفه اللي هي سهله وما كتكلف، غير مكلفه، اللي باقل ثمن وموجوده في كل بيت. وغنبداو على بركه الله بالوصفه اللي هي متواجده، هي الملحه الحيه. هاد الملحه الحيه سيادي راها كتعالج بزاف الخمول عند الناس اللي عندهم السحر والمس، يمكن لهم يطحنوها ويدوشوا بها، يغسلوا بها. وبالنسبه للدار اللي كتكون فيها واحد الطاقه السلبيه، انها ما كتزاد حتى شي حاجه. بالنسبه ان بعض المرات كيكونوا مشاكل بين الازواج ولا بالوالدين وبالولاد، وبزاف الحوايج اللي كيكونوا في الدار اللي سببهم الطاقه السلبيه. غادي نشدو هاد الاول وصفه غادي نديروها، هي اننا نشدو هاد الملحه الحيه حبه كبيره ما تيسر منها وصافي. وغادي نشدو نقراو عليها ايه الكرسي، وغنقراو عليها شي سوره ديال المعوذتين وسوره الفاتحه اللي هي ثلاثه المرات اول حاجه. وغادي نديروها في حد القرعه ديال الماء، ونبقاو نرشوا بها دوك القنات ديال الدار كاملين، غير القنات صافي صافي. بحال ما نسالي الجفاف والتخمال ديال الصالون بيت النعاس، نشدو غير هذوك القنات اللي كيكونوا ربعه في بيت النعاس ربعه في الصالون، هذه كنرشوهم تحت البوطاجي كاع البلايص اللي كتكون فيها كنحسوا فيها طاقه سلبيه. انا حنا بعض المرات ما كنكونوش كنستعملوا واحد المكان، مكان مثلا الصالون كيخليوه الناس للضياف ولا شي حاجه، تما كتكون طاقه سلبيه وكتكون حد طاقه خايبه خايبه خايبه. يعني كيكون حد المكان اللي متاح ليهم كتير، يعني اي مكان خاصنا نوليو نعمروه ونبركو فيه. هادشي اللي كاينو بالنسبه للناس اللي عندهم السحر، والبنات اللي عندهم العكس على الزواج والخدمه وداكشي. هذه هي اللي غتنفعكم، الملحه الحيه تشدوها وغادي نطحنوها وتقراو عليها سوره البقره. سوره البقره كنعطيكم سوره البقره ما تيسر منها، وغادي تعوموا بها ان شاء الله يوم الخميس او يوم الجمعه. وهذاك الماء اللي تعوموا به انكم تشلو به في البانيو ولا انكم في الدوش، ما يترماش حاجاكم في الطواليت لحقاش فيه كلام الله. يعني ترمى في شي حديقه ولا في لابابو ولا في، المهم يترماش في حنت الماء ديال لابابو، ما كيمشيش حاجاكم الحمامات والمراحل. يعني اما تخوا في لابابو، يا اما نخرجوه نديرو في واحد البوديزه ونجمعو ونديه نخرجو للزنقه ونلوحو في الجرده، ولا عطى الله فين يدا نطلعو السطح نخوي في القادوس ديال السطح فين شما كان. هادشي اللي كاين سيادي، هاد الوصفه راها خطيره 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 ومجربه، ونتمنى انكم تجربوها. ونتمنى انكم في لي كومونتير تردوا عليا الملح الحيه، راه هي جميع انواع السعر والشعوذه كتعالجهم، والعكوس والخمول وبزاف د الحوايج. ونتمنى انكم تجربوا. هانتوما باش كتعرفوها راها حره او لا حقيقيه، ها هي انا كتشوفوا فيها هادشي، هاد اللون اللي جاي مايل اللون البحري، يعني الخز ديال البحر. هيا دي راها حره حره حره، هذه ملحه حره ماشي ملحه ديال العبار، وماشي هذيك الملحه الحرشه، هذه ملحه اللي هي الحيه راها معروفه. هذه كتذوب غير في الماء، باش كتخليوها في حد الماء كتنقعوها في بانيو كتخليوها. وبحال دابا انا نشدها هكا وكندير القران وكنقرا وشاده في يدي هكا، وما يتسر من القران، ونقرا مزيان القران ونبخر بها وليداتنا ونحطها في جميع الامكنه. وان شاء الله اي دار راها كتولي ما بقى فيها لا خمول لا تابع لا عين لا سحر لا مس لا حتى شي حاجه. هذه غير وصفه ويمكن لكم تجربوها، يعني ما مكلفه حتى شي حاجه. انا هذه مني عرفتها قلت علاش لا ما نشاركهاش مع خواتاتي. وخليتكم على خير يا وجوه الخير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. قبل ما تخرجوا ما تنسونيش من لايك والتعاليق ديالكم اللي عجبتكم الوصفه، وابوني اللي مازال ما مابونيش. ونتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو الناس والبنات اللي مازال ما سهرش عليهم في الله في الزواج وفي الخدمه وفي شحال من حاجه. يلا خليت لكم الخير يا وجوه الخير.